بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العقيدة يراد بها ما يعتقده الإنسان بقلبه ويجزم به وينطق به بلسانه ويعلنه ويعمل بجوارحه بما تتطلبه هذه العقيدة. أقول: من عقد الشيء إذا شده وأحكمه. والمراد بها هنا عقيدة التوحيد التي هي أساس الإسلام وأساس الملة، والتي تبنى عليها جميع الأعمال، فهي الأساس عليه الدين وتصح به الأعمال والأقوال. وهي الركن الأول من أركان الإيمان، والركن الأول الإسلام. فأول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. من أركان الإيمان كذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وهي أول ما يدعو إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. وكل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي البداية وهي الأساس وهي المعتبرة بصحة الأعمال أو بطلانها. فإن كانت العقيدة صحيحة مبنية على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صحت معها جميع الأعمال، إذا كانت موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يكون فيه شيء من الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ولا إحداث في الدين. وهذا من معنى شهادة أن محمداً رسول الله. فهذه هي العقيدة، وهذه أهميتها في دين الإسلام. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كإخوانه من النبيين، أول ما بعثه الله في مكة، أول ما دعا إليه
شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأمضى صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة قبل الهجرة يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك، ولقي في ذلك ما لقي كإخوانه من النبيين من الأذى، وتحمل ذلك في سبيل الله عز وجل، وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان، ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام يعتنون بهذه العقيدة وتأصيلها وتعليمها للناس، الدعوة إليها والذب عنها، وآثارهم في ذلك موجودة في مؤلفاتهم التي تقوم على هذا الأساس. وهذا مما يدل على أهمية العقيدة وأنها يبدأ بها أولاً، فإذا صحت اتجه إلى بقية الأعمال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجبل إلى اليمن، لما بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. فلم يطلب من معاذ أن يعلمهم بالصلاة والزكاة إلا بعدما يجيب بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لا فائدة من الصلاة والزكاة وسائر الأعمال بدون تحقيق الشهادتين. وهذا مما يدل على أهمية العقيدة ومكانتها في الإسلام، وأنها يبدأ بها قبل كل أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وهي عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لا تصح إذا كان معها شرك، لا تصح إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره عبادته غير صحيحة، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. ولا يأتي الأمر بالتوحيد إلا ومعه النهي عن الشرك، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بتجنب الشرك، فهما متلازمان. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا أعبد الله، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أحج، أنا أتصدق، ولا يمنع هذا أن أدعو الحسن والحسين وعبد القادر وأستغيث بالأموات، هذا لا يقبل منه عمل ولا تصح منه حسنة واحدة حتى يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، فلا يشرك بربه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء، فلا تدعوا الله وتدعوا معه غيره من أصحاب القبور والأموات والغائبين تستنجد بهم، تدعو هذا وهذا، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو تعبد الله وتقول لا إله إلا الله ثم تذبح للقبور أو تنذر للأموات وغير ذلك، فهذا تناقض، وهذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى، كما سمعتم في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. أما مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا فهي كثيرة تجب معالجتها، وإلا فإنها سيكون لها آثار قبيحة على العقيدة، وقد لا تبقى معها عقيدة إذا لم تعالج. من مظاهر ضعف العقيدة التقليل من شأنها، لأن بعض الناس مع الأسف قد يكونون من المتعلمين أو من الدعاة حتى لا يهتمون بالعقيدة، ويقولون العقيدة تنفر، لا تنفر الناس، لا تعلمهم العقيدة، اتركوا كلا على عقيدته، ولكن ادعوهم إلى التآخي والتعاون، وادعوهم إلى الاجتماع، وهذا تناقض، لأنه لا يمكن التآخي ولا يمكن التعاون ولا يمكن الاجتماع إلا على عقيدة واحدة، إلا على عقيدة واحدة صحيحة سليمة، وإلا فإنه سيحصل الاختلاف، وكل يؤيد ما هو عليه، ولا يجمع الناس إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله نطقا واعتقادا وعملا. أما مجرد أنهم ينتسبون إلى الإسلام وهم مختلفون في عقيدتهم فهذا لا يجدي شيئا. المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، يعتقدون أن الله هو الرب وحده، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت المدبر، ولكنهم في العبادة لا يخلصون العبادة لله، وإنما كل يعبد ما استحسنه
فصاروا متفرقين في عباداتهم، وإن كانوا يعترفون كلهم بتوحيد الربوبية لكنهم في العبادة والتأله متفرقون. منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد المسيح وعزير، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد ويعبد، كل له آلهة. وكان من أثر ذلك أنهم متناحرون، أنهم متفرقون، أنهم متباغضون، أنهم متعصبون، كل يتعصب لآلهته. ولهذا قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكانوا متفرقين متناحرين، كل يتعصب لملته ونحلته وآلهته، وإن كانوا يقولون ربنا واحد لكن معبوداتهم متفرقة. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، واستجاب له من استجاب، اجتمعوا وصاروا إخوة متحابين، وصاروا أمة واحدة، وصار سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وغيرهم من سادات المسلمين، صاروا إخوة لبني هاشم أشرف العرب، صاروا إخوة متحابين متلاحمين بكلمة التوحيد التي وحدتهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، بالمؤمنين ما اجتمعوا إلا بالإيمان، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بأي شيء؟ بالعقيدة الصحيحة، توحيد لا إله إلا الله، هذا الذي ألف الله به بينهم. ولا يؤلف المسلمين اليوم ويردهم إلى وحدتهم وقوتهم إلا ما ألف بين السابقين. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا كانوا يريدون جمع الأمة والتآخي والتعاون فعليهم بإصلاح العقيدة، وبدون إصلاح العقيدة لا يمكن جمع الأمة، لأنه جمع بين المتضادات. ولو حاول من حاول، ولو عقدت المؤتمرات والندوات لجمع الكلمة، هذا لا يمكن إلا بإصلاح العقيدة، عقيدة التوحيد. يقول الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. الجرح لابد يعالج وينقى ويطهر ويرم على دواء نافع، أما إذا رم على فساد فإن هذا إهمال من الطبيب. كذلك الذي يريد أن يجمع الأمة ويلمها على غير التوحيد
والعقيدة الصحيحة هذا مهمل، فبطلت بذلك مقولة إن العقيدة تنفر الناس والدعوة إلى التوحيد ينفر الناس، ادعوهم إلى الاجتماع، ادعوهم إلى الوقوف ضد العدو، العدو يفرح بمثل هذا الكلام لأنه يعرف أنه لا جدوى له. فمن أعظم مظاهر ضعف العقيدة التقليل من شأنها، تقليل من شأنها، لأن فيه من يقلل من شأن التوحيد وشأن العقيدة ويدعو إلى الالتفاف تحت مسمى الإسلام ومظلة الإسلام العامة، مع أنه لا يكون إسلام إلا بالعقيدة الصحيحة التي هي رأسه وأسه، لا يكون إسلاماً، وإن سموه إسلاماً فليس هو الإسلام. كذلك من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر عدم اهتمام كثير من الدعاة بها، دعاة يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام، لكن أي إسلام يدعون إليه؟ لا يدعون إلى العقيدة. قد يكون يدعون إلى الصلاة، إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى الأعمال الطيبة، لكن العقيدة لا تأتي لهم على بال. فكيف يكونون دعاة بهذه الصفة؟ هؤلاء ليسوا دعاة إلى الإسلام بالمعنى الصحيح. دعاة إلى الإسلام يهتمون بأساس الإسلام ومنبع الإسلام وقوة الإسلام وهي العقيدة. فلذلك لا تجد للدعوة إلى التوحيد في مناهجهم، لا تجد لذلك ذكرا ولا اهتماما. فهذا من مظاهر الضعف، بل ربما أن أغلبهم لا يعرفون التوحيد المعرفة الصحيحة لأنهم لم يدرسوه ولم يتعلموه، وهم يدعون إلى الإسلام. كيف يدعون إلى الإسلام وهم لا يعرفون أساسه ويعرفون أصله؟ فيجب على الدعاة وفقهم الله أن يهتموا، أن يتعلموا العقيدة أولا، تعلموها ويهتموا بها ويفهموها وينظروا في واقع الناس اليوم وما وقع من الخلل في العقيدة، ثم يقومون بإصلاحه قبل كل شيء. هذا هو الأصل الصحيح والمنهج السليم للدعوة إلى الإسلام، وإلا فإن الدعاة إلى الإسلام والجماعات وجمعيات وجهود ومراكز، لكن أين الأثر؟ والشرك يعج في الأمة الإسلامية الآن، والأضرحة في كل مكان إلا ما شاء الله، وعبادة غير الله تعلن جهارا نهارا، بالاستغاثة بالأموات والذبح للأموات وربما للجن والشياطين، والدعاة ساكتون يدعون إلى أي شيء إذن؟ ما، ولذلك لم تثمر دعوتهم. بينما إذا قام عالم واحد محقق ودعا إلى التوحيد نفع الله به الأمة، وهو ما عنده أعوان ولا عنده أموال ولا عنده، لكنه يدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة، يدعو إلى الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله،
أي ينزه الله سبحانه عما لا يليق به. وما أنا من المشركين، يتبرأ من المشركين. هذه سيرة، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد التي أمره الله أن يعلنها للناس على بصيرة. أنا ومن اتبعني، فأتباع الرسول يدعون إلى الله على بصيرة، أما الذي يدعو إلى الله على جهل أو على عدم اهتمام بالعقيدة فهذا ليس على بصيرة. وإن كان عالما إذا لم يهتم بالتوحيد فهو ليس على بصيرة. فهذا من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر، أن كثيرا من الدعاة والجماعات والجمعيات لا تعيرها اهتماما، لا تعلما ولا تعليما ولا دعوة، وإنما يهتمون بمخططات يضعونها لأنفسهم ليست على أساس سليم، فهذه لا تجدي شيئا وتضيع الجهود كلها، ويبقى الناس على ما هم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من مظاهر ضعف العقيدة في عصرنا الحاضر عدم التركيز عليها في المناهج الدراسية، المناهج الدراسية لا يركزون عليها ويجعلون لها الصدارة في الوقت وفي الحصص وفي الكتب المفيدة النافعة، لا يركزون عليها في الغالب، وإنما المناهج محشوة بمواد دنيوية، علوم دنيوية، علوم دنيوية أو أمور تنسب إلى الدين من حسن التعامل وحسن الجوار وحسن والصدق في المعاملات وإلى آخره، لكن نصيب العقيدة في المناهج الدراسية إلا من رحم الله نصيب ضعيف، ونصيب الأسد لغيرها. فهذا مما أخر المسلمين وأنشأ جيلاً جاهلاً بالعقيدة، يتخرج من الدراسات العليا وهو لا يعرف العقيدة المعرفة اللائقة، فكيف يرجى حينئذ أن العقيدة تنتصر وتنمو وهي لا وجود لها في المناهج؟ وإن وجد لها ذكر فهو ذكر ضعيف لا يسمن ولا يغني من جوع، ما فيه تفصيل، ما فيه بيان، ما فيه تركيز. وحتى لو وجد في المناهج، لو وجد في المناهج حيز للعقيدة، فالغالب أن الذين يدرسونها لا يهتمون بها ولا يفهمون الطلاب، وإنما همهم تحدث مع الطلاب ومدح الإسلام ومدح الدين، لكن من غير اهتمام بالعقيدة ولا فهم لها ولا معرفة لها، أو همهم أن ينجح الطالب ولو بالدف على ما قالوا، ولو مع الضعف همهم أنه ينجح الطالب، لا وليس همهم في الغالب أن يكون فاهما للعقيدة. فاجتمع عدم تركيز عليها في تخطيط المناهج، واجتمع ضعف المدرسين أو عدم اهتمامهم بها،
وانشغالهم بالأفكار والأشياء والثقافات ودون أن يهتموا بالعقيدة ويلقنوها للطلاب تلقينا صحيحا ويختبروهم فيها ويعلمونهم الاهتمام بالعقيدة ويبينون لهم أهمية العقيدة، قل هذا في مجتمعات المسلمين. في بلادنا ولله الحمد المناهج فيها نصيب كبير للتوحيد والعقيدة، ولكن نرجو الله أن يهيئ لها معلمين ورجالاً مخلصين فيفهمون العقيدة ويوصلونها إلى الطلاب. فليس المقصود وجود الكتب أو وجود الحصص، هذا طيب، لكن المقصود وجود المدرس الذي يفهم الطلاب العقيدة ويوضحها لهم، هذا هو المهم. كذلك من مظاهر ضعف العقيدة التأثر بما يبثه أعداء الإسلام وأعداء التوحيد من تهوين للعقيدة ورمي لها بأنها تشدد، يرمون العقيدة بأنها تشدد وأنها تكفيرية وأنها من منابع التطرف، يقولون هذا في الفضائيات وفي الكتابات في الصحف والمجلات بأن العقيدة وأهل التوحيد أنهم أهل تطرف وأهل غلو، فيتأثر بهم من يسمع هذا الكلام فيزهد في العقيدة أو لا يحب الكلام فيها لئلا يتهم لأنه متطرف وأنه غالي وأنه تكفيري وأنه إلى آخره. يا عباد الله، هذا أمر لا يجوز، العقيدة لا مساومة عليها مهما قال القائلون، مهما قال القائلون ومهما أثار الأعداء من الشبه ويقولون خلوا عندكم إنسانية، خلوا عندكم محبة للبشرية، لا تكرهوا الناس، كرهوا الآخر. يتأثر بهذه الأفكار الخبيثة من هو ضعيف الإدراك فيزهد في العقيدة. العقيدة عبادة لله عز وجل، العقيدة ولا وبرا، ولاء للمؤمنين وبراء من المشركين. العقيدة فارقة بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين الكفر والإيمان. وإلا إذا ضعفت العقيدة وضعفت مداركها في الناس حصل الضلال والفساد الكبير في الأرض بسبب ترك العقيدة. المسلم يتميز بعقيدته توحيده، ولكن مع هذا يكون عنده حكمة ويكون عنده فقه في دين الله ويكون عنده رغبة في هداية الناس ودعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ليس الغرض من تعلمنا للعقيدة وما تمسك بها أننا نصبح وحشاً كاسراً كما يتصورنا الأعداء وأننا نكفر الناس وأننا، لكن مهمتنا أننا نحمل هذه العقيدة حملاً صحيحاً ونبينها للناس ونوضحها للناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نحن لا نريد الشر للبشرية،
نريد الخير للبشرية، نريد لهم الخير، نريد لهم الإيمان، نريد لهم التوحيد، نريد لهم النجاة من النار. هذا الذي نريده للبشرية، النصح لعباد الله، لا كما يتصورون أننا ننغلق وأننا نبغض البشرية وأننا نحن لا نبغض إلا من نبغضه الله ورسوله، نوالي في الله ونعادي في الله، ولكن نبذل جهدنا وعلمنا وإمكانياتنا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فنحن أنفع للبشرية من الذين يداهنون في دين الله ويساومون على دين الله ويريدون بذلك كما يقولون يريدون التآخي لبني الإنسان والإنسانية وإلى آخر. الإنسانية الصحيحة، الإنسانية الصحيحة هي في عبادة الله سبحانه، هي في اتباع أوامر الله، هي في ترك ما نهى الله عنه. ليست الإنسانية بالبهيمية والشهوانية، ليست البهيمية الشرك بالله عز وجل، ليست الإنسانية الشرك بالله تعالى، ليست الإنسانية بالبدع والمحدثات. الإنسانية الصحيحة هي عبادة الله وحده لا شريك له كما شرع الله لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي البشرية الصحيحة. أما ما عداها فهو البهيمية، ما عداها هو الجاهلية، وإن كانوا يسمونه بالتقدم والرقي والحضارة، الحضارة والرقي والتقدم في الإسلام، في دين الإسلام الذي هو دين الله جل وعلا، الذي هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الذي فيه الحضارة والرقي والتقدم والخير للبشرية. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، ما خلقهم لأن يعبدوا فلاناً وفلاناً وما يهوون، خلقهم لعبادته، وتكفل لهم بالأرزاق والهداية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو لا تضره عبادة، لا تضره، لا تنفعه عبادة العابد أو طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي وشرك المشرك، وإنما هذا يرجع إلى العباد. فالله أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم، وإلا فإن الله غني عنهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ولكنه يأمرهم بعبادته وطاعته لمصلحتهم، لصلتهم بالله عز وجل، ليرزقهم، ليعافيهم، ليهديهم، ليدخلهم الجنة. والله يدعو إلى دار السلام، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، والله يدعو، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فهو حينما أمر الخلق بعبادته إنما أمرهم لمصلحتهم هم، أما لو كفروا جميعا فإنهم لن يضروا الله جل وعلا، ولو صلحوا جميعا لن ينفعوا الله عز وجل، فهو النافع الضار الغني الكريم سبحانه وتعالى. فكيف نزهد بعقيدة هذا شأنها؟ كيف نذهب إلى غير الله، نعبد غير الله، نترك الحي الذي لا يموت ونعبد الأموات والرمم البالية في القبور؟ أين العقول؟ أين المدارك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فمن لم يكن عبداً لله صار عبداً للشيطان. قال تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف تعبد عدوك؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فمن ترك عبادة الله ابتلي بعبادة الشيطان، وحينئذ لا يدري أين يذهب ولا أين يصير. من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مآل الشرك بالله عز وجل. فنحن إذا نظرنا إلى المجتمعات البشرية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى اجتماع المسلمين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الفرق بين الكفر والإيمان وبين الشرك والتوحيد. فهذه مظاهر سببت ضعف العقيدة في وقتنا أو انعدامها في بعض البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من لفتة، لا بد من لفتة صادقة من المسلمين نحو عقيدتهم، في تعلمها، في تعليمها، في الدعوة إليها، في المحافظة عليها. ولا تحفظ هذه العقيدة إلا بأمرين. الأمر الأول العلم بالعقيدة الصحيحة، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم والدعوة، وكذلك السلطة التي تحمي هذه العقيدة. فإذا توفر العلم والسلطة فإن العقيدة تكون في عز وأمان وحماية. أما إذا لم يكن هناك علم، أو كان هناك علم وليس هناك سلطة، فإن العقيدة تضعف. فلا بد لعز العقيدة، ولا بد من أمرين: العلم النافع والسلطة التي تحمي هذه العقيدة من عبث العابثين. ولهذا لما قام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد بالدعوة إلى التوحيد، وانضم إليه الإمام محمد بن سعود بالجهاد في سبيل الله وحماية الدعوة، أثمرت هذه الدعوة مما تعيشون الآن في ظله. ونسأل الله أن يستمر وأن يبقى وأن ينتشر في البلاد الأخرى. ما قام إلا على أمرين: على العلم وعلى السلطة التي تحمي هذه الدعوة وهذا التوحيد. فلا بد من الأمرين، وهذا مما تقوم به العقيدة ومما يعالج به ضعف هذه العقيدة. مما يعالج به ضعف هذه العقيدة تضافر العلم مع السلطة، العلم الذي يوضح الحق من الباطل، والسلطة التي تنفذ الحق وتقمع الباطل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه العقيدة عزتها ومكانتها، وأن يثبتها في قلوبنا وفي بلادنا، وأن ينشرها في بلاد المسلمين. ولكن هذا لا يحصل بالتمني، وإنما يحصل بالعمل. أولاً الاهتمام بالعقيدة تعلماً وتعليماً من المصادر الصحيحة والكتب الصافية المفيدة، وهي موجودة ومتوفرة ولله الحمد، لكنها في الرفوف. وماذا تغني إذا كانت في الرفوف؟
بدون أن ينتفع بها ويشرح ما فيها للناس ويوضح. ثانياً الدعوة، الدعوة إلى هذه العقيدة وتبصير الناس وتعليم الناس هذه العقيدة. أما مجرد أنك تعرف التوحيد وتعرف العقيدة الصحيحة وتسكت فوجودك كعدمك. فلا بد على من من لا بد لمن من الله عليه بمعرفة هذه العقيدة أن يقوم بالواجب التعليم، الدعوة إلى الله بنشر العلم ونشر الخير. ثالثاً، لما كان التعليم في وقتنا في الغالب تعليماً نظامياً، تعليماً نظامياً، فلا بد أن يجعل للعقيدة الصدارة في مناهج التعليم، ولا بد أن يختار لها المدرسون الأكفياء الناصحون، لا بد. وإلا منهج وكتاب بدون مدرس لا يجدي شيئا. لا بد أن نطرح الأفكار التي تضاد هذه العقيدة، وهي تروج الآن مع الأسف، تروج الأفكار المضادة لهذه العقيدة. لا بد أن نفضحها، لا بد أن نطرحها، لا بد أن نحذر منها إذا كنا نريد أن تبقى هذه العقيدة. وإلا إذا لم نقم بهذا فإن الله جل وعلا قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. نخشى أن تسلب هذه النعمة من هذه البلاد، والله لا يضيع دينه، يقيض له من يقوم به غيره، لكن نحن الذين نضيع. وإلا فإن الدين والعقيدة لا تضيع بإذن الله، بل يهيئ الله لها من يقوم بها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فإذا لم ننتبه لعقيدتنا ونتدارك ما دب إليها من الضعف ونقمع من يريد القضاء عليها أو التقليل من شأنها فإنها ستسلب وتعطى لغيرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعاً لصالح القول والعمل، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله صاحب المعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان خير الجزاء على ما تفضل بهذه المحاضرة القيمة الطيبة النافعة. معالي الشيخ، يقول السائل: هل هنالك ضوابط أو قواعد للتفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هناك فوارق كبيرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وإن كان كل منهما شر، لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يخرج من الملة ويبطل الإيمان، يصبح الإنسان كافرا مشركا. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص العقيدة وينقص الإيمان، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لا يتهاون به، هو ينقص الإيمان وينقص العقيدة، وأيضا هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم. أنا مدرس لمادة التوحيد في الصف السادس الابتدائي، ما نصيحتكم لي تجاه الطلاب
لكي يثبت العقيدة في نفوسهم. كما سمعت يا أخي، أولاً لا بد أن تكون على علم بالعقيدة، لا بد أن تكون فاهماً للعقيدة على الوجه الصحيح. ثانياً لا بد أن تهتم بتوضيحها وإيصالها إلى الطلاب بالوجه السليم. ثالثاً لا بد أن تشرح مقرر التوحيد الذي بأيديهم، توضحه لهم وتبينه لهم، ولا تترك منه شيئاً تقول هذا غير مهم، لأننا مع الأسف نسمع أو قد عايشنا وقت الطلب من يقسم المقرر إلى مهم وإلى غير مهم، ويوجه الطلاب إلى مراكز الأسئلة في الامتحان ويترك بقية الكتاب، ويخرج الطلاب لم يفهموا الكتاب. فنوصي المدرس أن يتقي الله وأن يشرح الكتاب بكامله حسب استطاعته وإمكانياته، أن يشرحه ولا يقسمه إلى مهم وغير مهم، ويلغي بعض الأشياء. قد يكون الذي ألغيته هو المهم، قد يكون الذي ألغيته مرتبط ولا يفهم، الذي تهتم به لا يفهم إلا بالذي حذفته، لأن العلم مترابط بعضه مع بعض. نعم. هذا سائل من بالإنترنت من ليبيا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للعملية لتقوية العقيدة في قلب المسلم؟ الطريقة الصحيحة أولاً قوة الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتصام به وسؤاله التوفيق، وإخلاص النية، إخلاص النية لله عز وجل في العلم والعمل والتعليم. ثالثاً الأمانة في توصيل المعلومات، الأمانة في توصيل المعلومات للطلاب، لأن توضح لهم العقيدة الصحيحة، لا سيما إذا كان بأيديهم كتاب مقرر، فلا بد أن تعتني بهذا الكتاب وبشرحه، ولا تقتصر على فهمك، لا تقتصر على فهمك أو على مجرد قراءة الكتاب، لا بد أن تراجع الشروح وكلام أهل العلم حول مسائل هذا الكتاب حتى تفهمه وتفهمه لطلابك. نعم. نجد كثيراً ممن يدعون الناس إلى التوحيد في الدول الإسلامية يتفرقون وينقسمون إلى جماعات، وكلهم يدعون إلى التوحيد للأسف، مع أن العقيدة تجمع ولا تفرق. ما أظن هذا صحيح، ما أظن أن المتفرقين يدعون إلى التوحيد، لو كانوا يدعون إلى التوحيد ما تفرقوا، لكنهم يدعون إلى أفكار وإلى مناهج، كل له منهج، كل حزب بما لديهم فرحون. وإلا لو كانوا يدعون إلى التوحيد دعوة صحيحة لاجتمع ولتآلفوا، لأن التوحيد هو الذي ألف بين من قبلنا، وهو يؤلفنا ويؤلف من بعدنا. إنما الجهل بالتوحيد أو عدم الاهتمام به هو الذي يفرق الدعاة. نعم. قل السائل: معالي الشيخ، إني يحبكم في الله، ما الفرق بين عقيدة المرجئة والخوارج، وكيف نعرف عقيدة أهل السنة الجماعة الصحيحة؟ عقيدة المرجئة متناقضة مع عقيدة الخوارج، الخوارج متشددون والمرجئة متساهلون. الخوارج يكفرون بالذنوب التي دون الشرك، والخوارج والمرجئة يقولون الذنوب لا تضر، ما دون الشرك لا يضر عندهم، ولو كانت كبائر صاحبها مؤمن كامل الإيمان لا تضره المعاصي، والعمل ليس من الإيمان، العمل إنما هو قول واعتقاد أو اعتقاد فقط أو معرفة بالقلب فقط،
ولو لم يعتقد، لأن المرجئة فرق، فرق كثيرة. لكن المهم أنهم على النقيض من الخوارج، الخوارج متشددون غالون، والمرجئة متساهلون، وكلا الطائفتين على ضلال. نعم. قل السائل: فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وأن نجمع كلمة الأمة على قول واحد، على فرقة واحدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ندعوهم إلى هذه الفرقة الناجية، وبذلك يسلمون من النار، يسلمون من الضلال. وهذه الفرقة الناجية ولله الحمد فيها الخير، فيها البركة. نعم. هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور صلاة صورية فقط، وذلك لتأليف قلوب أهل القبور ثم دعوتهم لترك عبادة القبور، وقد نفعت هذه الطريقة على قول من قام بهذه الطريقة؟ هذه طريقة ضالة مخالفة لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن البناء على القبور. الذي يصلي عند القبور مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاته غير صحيحة، لأن النهي يقتضي الفساد. فهو صلى صلاة منهي صلى صلاة منهيا عنها، فلا تكون صحيحة. وليس هذا هو طريق التاليف وطريق الدعوة، هذه مداهنة، هذه مداهنة في دين الله، لا يجوز. أن تبين لهم أنه لا يجوز البناء على القبور، لا تجوز الصلاة عند القبور، لا يجوز تعظيم القبور تعظيماً يخرج عن الشرع، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أنت لا تتنازل عن شيء من الدين، علشان يفرحونه بهذا، إذا شافوك طاوعتهم ومشيت معهم فرحوا بهذا. نعم. وأيضاً يقولون لو فيه خلاف ما صلى معنا، لو أن هذا ممنوع وهذا ما صلى معنا، ويحتجون بك أيضاً. نعم. إذا كان عندي نقص في العقيدة فكيف أعالج ما كان عندي من نقص، وجزاكم الله خيراً؟ بأمرين: الأمر الأول إصلاح النية وإحسان القصد، طلب الحق، والأمر الثاني تعلم العلم النافع، تعلم العلم النافع، تعلم العقيدة الصحيحة على أهل الإيمان وعلى أهل العلم، ما تعلمها على الجهال والمتعالمين أو تقرأها من الكتب وتعتمد على فهمك، لا، تعلمها على أهل العلم الراسخين في العلم. نعم. نحن يقول هنالك من يقول: نحن نجمع المسلمين أولا ثم ندعوهم إلى التوحيد بعد تجميعهم وتكتيلهم. ما يمكن تجمعهم ولا يطيعونك تجمعهم وهم على عقائد مختلفة، ما يمكن هذا تناقض، ما يجتمعون إلا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. فإذا كنت تريد جمع المسلمين فاجمعهم على العقيدة الصحيحة التي يؤلف الله بها بين قلوبهم. نعم. ما حكم الطواف على القبور لأجل الدعوة إلى الله، وهل هذه المسألة خلافية؟ هذه سبق الجواب عنها، هذا مثل اللي يقول: أنا أصلي عند القبور علشان أتألف، أطوف بالقبور علشان أتألف. سبحان الله، أنت ترتكب تنهى عن الشرك وعن البدع وتفعلها من أجل التألف، هذا لا يجوز. والتألف ليس بهذه الطريقة، التألف بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لا بموافقتهم أو مشاركتهم في ما هم عليه من الضلال والبدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنصحون بإنشاء قنوات علمية مثل قناة المجد العلمية للتصدي لأهل البدع كالجفري وغيره من الضلال الذين ينشرون سمومهم عبر الفضائيات، وهل من كلمة بخصوص
التصدي لأهل البدع وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا أمر ضروري أن يوجد قناة يتولاها أهل العلم، تشرح فيها العقيدة الصحيحة ويبين ما يضاد العقيدة من الشرك والبدع. إذا وجدت قناة لهذه الصفة فهذا عمل جليل، وهذا يضاد القنوات الأخرى ويسد عليها الطريق. نسأل الله أن يحقق هذا. شيخنا الكريم، سمعت عن فرقة الجهمية التي يحذر منها، فهل هذه الفرقة موجودة الآن، ومن هو الشيخ محمد الجامي؟ أعد السؤال. يقول سمعت عن فرقة الجامية أو الجهمية وحذرتم من التي حذرتم منها، فهل هذه الفرقة موجود، ومن هو الشيخ محمد الجامي؟ محمد الجامي هو أخونا وزميلنا، تخرج من هذه الجامعة المباركة وذهب إلى الجامعة الإسلامية مدرساً في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي وداعياً إلى الله سبحانه وتعالى، ما علمنا عليه إلا خير. وليس هناك جماعة تسمى بالجامية، هذا من الافتراء ومن التشويه. هذا ما نعلمه عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم، لكن لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن البدع وعن الأفكار المنحرفة صاروا يعادونه ويلقبونه بهذا اللقب. نعم. سماحة الشيخ، هناك من يقول لا تضيقوا على الشباب وتحذروهم من قراءة بعض الكتب ككتاب دعاة الضلالة، فإن الشباب يميزون بين الحق والباطل فاتركوهم يقرؤون وهم يميزون، فهل هذه الحجة صحيحة؟ هذه حجة شيطانية. يعني نضيع الشباب ونقول لهم اقرأوا ما شئتم من الكتب التي فيها الضلال وفيها الإلحاد، لكم الحرية ولا نضيق عليكم، هذا ما هو تضييق، هذه حماية، هذا حماية ما هو تضييق، هذه من الحماية لهم ومن النصح لهم، من الشفقة عليهم ومن التحصين لهم، من التربية لهم. نعم. معالي الشيخ، ما نصيحتكم لمن يماشي من يطعن في هذه الدولة المباركة، بل قد يصل بهم الأمر إلى تكفيرها، ما نصيحتكم لهذا الشاب ونصيحتكم للطاعنين؟ نصيحتنا أنهم إن كانوا جهالا ولا يعرفون هذه الدولة ولا يعرفون ما هي عليه، يبين لهم ويشرح لهم ما عليه هذه الدولة ومنهج هذه الدولة وما قامت عليه، يبين لهم، لأنهم قد يكونون يجهلون هذا ويسمعون كلام الأعداء ويصدقون، فلا بد من البيان لهم. فإذا بين لهم ولم يقبلوا فإنه يجب هجرهم والبعد عنهم وعدم تمكينهم من مجتمعاتهم. نعم. قول السائل، ما حكم شراء إقامة في بلد الإسلام المملكة العربية السعودية لغرض الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؟ هذا من فرنسا. هذه مسألة نظامية يرجع فيها إلى النظام، والإقامة لها نظام لا بد من التقيد به والتمشي عليه. نعم. يقول لدي معاملة وهي إدخال الكهرباء للمنزل، قد تعطلت المعاملة فترة طويلة، فذكر لي المعقب أن أحد الموظفين لا مانع لديه من إنهاء المعاملة بشرط مبلغ وقدره، وأنا لا مانع لدي، فما حكم ذلك؟ هذه رشوة، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، والرشوة سحت ولا يجوز دفعها ولا أخذها ولا السعي فيها. وهذا الموظف فوقه موظفون يأخذون على يده، يرفع بشأنه للمسؤولين للأخذ على يده وأمثاله، ولا يتركون على هذا الأمر. وهذا من إنكار المنكر، ومن النصيحة للمسلمين أن تجتث هذه الفكرة، فكرة الرشوة وأصحاب الرشوة. نعم. هل الاستغاثة بحي قادر موجود تجوز وجزاكم الله خيرا؟ نعم. الاستغاثة بحي قادر موجود هل تجوز وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لا بأس بذلك، أنك تستعين بأخيك. الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى
قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه في الأمر المباح لا بأس بذلك. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه في أمر مباح لا بأس بذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى. نعم. قول السائل: هل من أسباب ضعف العقيدة هو ضعف الإيمان؟ وهل يوصف من عنده عدم اهتمام بالعقيدة أنه ضعيف الإيمان؟ ضعف العقيدة يحصل من أحد أمرين: إما من عدم الإيمان أو ضعف الإيمان في القلب، وإما من الجهل. الجهل بالعقيدة يضعفه أو لا توجد معه العقيدة الصحيحة. فلا بد من الصدق مع الله وإخلاص النية، ولا بد من التعلم الصحيح. نعم. معالي الشيخ، قول السائل: كيف يمكنني دعوة الكافر وأنا أكرهه في الله؟ هل أظهر له الكراهية أم أداريه؟ وما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ وفقكم الله وزادكم من علمي. تكره الكافر لكفره وتحب له الهداية، تحب له الهداية. إذا كنت ما دام أنك تحب له الهداية تدعوه إلى الله، ما دام أنك تكرهه لكفره فلا تداهنه، تتنازل عن شيء من الدين أو من الدعوة إلى الله من أجل إرضاه. والمداهنة معناها التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الناس أو لأجل نيل دنيا تعطى إياه ثمنا لدينك. وأما المداراة فهي دفع الإكراه أو دفع الضرر مع التمسك بالدين، تدفع الضرر عنك. وحتى يرخص لك عند الإكراه أن تتخلص ولو بالكلام الذي من كلام الكفر، لكن تكون عقيدتك في قلبك عقيدة سليمة، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذه المشركون وعذبوه وأبوا أن يطلقوه إلا أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فأجابهم إلى ما قالوا وتكلم بما طلبوا منه وندم رضي الله عنه، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه هي المداراة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. هذه هي المداراة. لا تتنازل عن شيء من دينك في قلبك وفي عقيدتك. وأما دفع الشر فتدفعه عنك بما لا يكون نقصا في دينك على حساب دينك. نعم. معالي الشيخ، يقول السائل: أنا عندي في يقول أنا أعمل في المملكة وفي بلدي بقالة أملكها يعطيني بعض الناس مبلغا من المال، والذي في البقالة في بلدي يعطيها، والعامل الذي في البقالة في بلدي يعطيها قريب هذا الرجل، وأنا آخذ عمولة على ذلك، فما حكم هذا العمل؟ هذا فيه إشكال، لأنه صرف، يعطيك دراهم هنا تعطيه بدلها في بلدك وتأخذ عليها عملة كما ذكرت. هذا فيه إشكال. إن أمكن أنك ترسل الدراهم مع أحد أمين يسلمها لأهلك، هذا هو الطريق السليم. وإذا لم يمكن
بإمكانك أنك تصرف الدراهم هنا، تصرف العملة هنا بعملة بلدك، وتروح عملة بلدك تروحها تحولها لبلد، تصرفها هنا. قيمة الحوالة الله يحييك. قيمة، نعم، قيمة الحوالة. حوالة لا يؤخذ عليها شيء، حوالة إنما هي عقد إنفاق ولا يؤخذ عليها شيء. نعم. إن البنك يأخذ رسوم على الحوالة، عاد هو حجة البنك، حوالة عقد إنفاق ما يؤخذ عليها شيء. أن تلتمس طريقا سليما ويسر الله. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ، هل أكون مؤهلا للدعوة العقيدة السلفية إذا حصلت على الامتياز في دورة مقامة في مكتب الدعوة والإرشاد وجزاكم الله خيرا؟ لا يحصل هذا إلا بالعلم. إذا عرفت هذا في ذاكرتك وتصورته تصورا تاما حصل لك العلم بذلك. أما مجرد الامتياز وأنت لم تفهم الشيء، هذا ما يكفي. كم ممن أخذ الامتياز بدرجة الشرف الأولى وهو ما يفهم، وكم ممن أخذ مقبولاً أو لم ينجح حتى ولكن عنده معرفة وإدراك. ما هو بالعبرة بالشهادات، العبرة بالإدراك والمعرفة الحقيقية العلمية. نعم. ظهر أحد الدعاة في بعض الصحف يقول ما من أحد إلا وقع في شيء في 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 شيء من الهوى حتى الأنبياء، فما رأي فضيلتكم في هذه الكلمة؟ إذا كانوا الأنبياء ما سلموا منه واتهمهم بالهوى فما بالك بالبقية. هذه من جملة شرهم وصحافتهم وتناولهم لأمور الدين. نعم، عليهم من الله ما يستحقون. نعم. سائلة سماحة الشيخ تقول استخدمت حبوب إيقاف الدورة، ارتبكت الدورة عندي فأصبح الدم الذي فيه صفة الحيض ينزل 7 أيام أو 8 أيام، وبقية الأيام ينزل فيها دم ليس فيه صفة الحيض قد يبلغ شهرا كاملا، فما حكم الصيام والصلاة في ذلك؟ عليك مراجعة الأطباء، فإذا قرروا أن الدم الزايد عن صفات الحيض أنه ما هو دم حيض فلا يكون حيض. نعم. يقول السائل على الأقل ما تجاوزين 15 يوما، ما زاد على 15 يوم هذا آخر حد. نعم. إذا أردت أن أدعو غير المسلمين في بلدي فهل ألجأ إلى محادثتهم والتبسم إليهم ومناقشتهم، هذا كله غرضه الدعوة إلى الله ودخولهم في الإسلام؟ المهم أن يكون عندك علم وبصيرة. إذا كان عندك علم وبصيرة عرفت كيف تدعو الناس. نعم. ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بلا مرض ولا مطر، نرجو التوضيح والإفادة عن هذا الحديث. هذا الحديث من المشكلات، من مشكلات الأحاديث، وهو من المتشابه والمجمل. والأصل أن الصلوات في مواقيتها، وأنه لا يجوز الجمع إلا للسفر أو للمرض أو للمطر، 3 أعذار: للسفر، للمرض، للمطر بين المغرب والعشاء. وما عدا هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع. فهذا من الأحاديث المشكلة، هو نرجع إلى الأحاديث الواضحة وإلى قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى قوله صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها. نعم. ما حكم الدعاء بهذا الدعاء؟ اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحها، اكتبني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب. المهم ثبوت هذا الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت فإنك تدعو به، وإذا لم يثبت اتركه، يحتاج إلى مراجعة. نعم. هذا سائل يقول أنه لم يقص شعره بعد العمرة، فما حكم عمله؟ ما تمت عمرته إلى الآن، مع يذهب ويلبس ملابس الإحرام ويبادر ثم يقص شعره في أي مكان، وإن كان حصل منه جماع لزوجته
فإنه يفدي في مكة، يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرب. نختم بهذا السؤال سماحة الشيخ، هل المرأة تجهر بالصوت في الصلاة الجهرية حين تصلي لوحدها في البيت ثابكم الله؟ المرأة لا تجهر، جهر للرجال، المرأة لا تجهر، ما أعلم أنها تجهر في الصلاة الجهرية، وإنما تسر، لا مانع أنها